نقعدوا حنا وياه زيان عاشور. عاشور نقعدوا حنا وياه يجي ساطارو فات ويسقسينا واش درتو واش عملتو واش كذا واش وطول يسقسي بينا. نقول له انا ساعه ونقول له سيد سيد راس نقول لك راك انت ادرى منا احنا واش نعرفوا انت ادرى منا احنا تقولوا لنا ادوا ولا جيبوا احنا هذه احنا قلنا لكم جندوا معاكم قلتوا لا لا واش قلتوا؟ قلتوا انتم كرعينا قلتوا انتم عينينا انتم معيشتنا كيف تخطونا انتم بان تحركوا احنا هذه قال هذا القائد زين وقالها علي الشريف انا قالوا انا بنفوس قال لي كيدو جندوا معانا يشدوا مك على قالوا يشدوا بجبلها الماء وين اهلي يجيبوا لك تشرب الماكله وين اهلي يجيبها لك انتم ثم راكم خير منا تورونا الطريق الحاج كفاه كان كفاه كانت شخصيه زين عاشور كفاه كان فكانت الشخصية نتاعو بطل تشوف فيه كي تشوف كي يسبع تشوف فيه والله كي يسبع كيف كانت المعاملة نتاعو مع الجنود؟ معاملة سيا سارة طع حق ربي خير من بويك وامك يعاملوك يعاملوك خير من بويك وامك ابهدو يعني ويسقسيك ويا ربي تعود شينا وما يسقلش بها قاع ما يديرها شينا والو يا ربي كان ما تقولها له شيء ما والو ولا اللي كان معاه من القيادات قاير زين عاشور اللي كان معاه انا نعرفهمش حتى وشفتهم يكفي ما يدي في ذاك الوقت لك التاخير علينا كي تبقى ألف سنة معاهم ما تعرفهمش لمنهم وش يكونوا وش يعملوا عليك لما هذه مكاش اللي يقول لك عليها عليك لما سرية الثورة هذه سرية تاع الثورة احنا واش نقولوا احنا الثورة هذه واش اللي خدمتنا يقول لك يا الاخ منين جيت يا الاخ وين رايح يا الاخ واش تخدم هذا مكة هذه الاقوى نتاعنا وهذه المصير نتاعنا يا الاخ وين تروح يا الاخ واش جبت يا الاخ يقول لك كاع واش تكون ولا منين ولا ابدا ما تعرفش ما تعرفش السن نتاعو والاخر عليك لا مال الثورة اكل هك صحيح هذا خبر صحيح ما هيش محسوبة تبقى معاه قرن يسقسيك مع الاخ علاه جاي يا الاخ واش تخدم يا الاخ واش تجيب هذي كاينة عدو الاخ وخلاص حتى الاسم ما يقولكش الاماكن اللي درتوا فيها المعارك المناطق هذيك راه ياسر احنا درنا في دون باتنا لهون جبل ما نعرفوش انا جمعوا فيها وسمى مركز احنا عندنا اللي مشهور واد الورق واد الورق هذا كي نروحوا ليبر يقول لك واحد ما يعرف واحد واد الورق هذا فرنسا ما تجيش فرنسا بروحها ما تجيش الطيارة ما تجيش لا رحنا الواد الورا كأنه رحنا يعني بلاد أمان واد الورق هذا والو عندنا هو خير بو خير واد الورق هذا خير من بو خير بشير ما تروح لفرنسا قاع ساعة زعلوا كي تري بلوة تعملها فرا حتى احتسيت بيد آخرة طيارة ما درتم أوراس ما جينا أوراس تحوم في المراكز ودر الورق ما جيش بوق حيل تجيه بوق حيل أنا ثم يتي قبضتني مد السلعة بومباتني راح مدي واحد طبيتو تحت الدير وقلبت عليا الحلفية وقلت له شوف كي تضرب مسانك الطيارة ولا يضرب مسانك عاد ما تنوضش الحق موش مالك
طلعت انا راس الدير، قلت له ما ضربنيش الطياره في البلاصه هذه، نخص يعني في البلاصه اللي تضرب فيها. جيت على منكب في البلاصه اللي فيها انا ما تضربش فيها، وقعد جات رايبه مع الواد، راحه طلقتها، راحه الاخرى طلقت في عقابها، وجي موليه، ومن بعد ضربتها براسها على يمينها ويسارها، شعبه ذيك، وانا راني فيها، تضرب الطياره فينا واحنا رانا ثم، ونهارها ما لقيتش الجيش، السلعه خليتها في ذاك الوادي، مركز ومركز.